اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. الو داينا، حضرتك بتدرسي في كليه ايه في جامعه الجلاله؟ في ارت اند ديزاين. ايه اكتر حاجه بتميز جامعه الجلاله؟ تعليم فيها كويس وموقعها انا ملاحظ ان الجو بالرغم ان الشمس موجوده الجو حلو، يعني انتوا بتستمتعوا بالجو دوت في الصيف اكتر ولا في الشتاء؟ الشتاء. في الشتاء. في الشتاء بتبقى احلى من كده. طب بالنسبه للدراسه هنا، اعداد الطلاب في المدرجات وفي المعامل بتاعه العملي، هل هي متناسبه ولا شايفاها ان كتير او قليل؟ هو في ارت اند ديزاين مش كتير قوي احنا، لكن مثلا في كليات زي طب او كده بيوصلوا 400 او كده، دول اكتر حاجه يعني. فعندنا بنبقى عددنا كويس في المتابعه وكده. حاسه ان التعليم اللي بتاخديه في جامعه الجلاله ممكن يأهلك للتنافس على الوظائف بعد التخرج؟ عندك مشروع في دماغك معين تحب تعمليه لنفسك وتبقي انت المديره بتاعته؟ لا لسه. انا متشكر جدا ليكي واتشرفت بيكي يا باشمهندسه رضاي، تحياتي ليكي. شكرا.